السيد المهدي جمعة الرئيس المؤسس لحزب البديل التونسي. باش يكون اللقاء هذايا فرصة للإعلان على إطلاق مبادرة سياسية اللي بتتشكل في يعني في شكل حزب، وفرصة زادة باش نطلعوكم على تصوراتنا للمستقبل. كان فيه تفكير عميق في ماذا سنفعل. اخترنا بناء سياسي يختلف ويحاول يعالج يعني الإشكاليات اللي نعيشوها اليوم. اللي نشوفوه اليوم يعني الناس كل تجارة على قاعدة انتخابية، ونسينا اللي يلزمنا قاعدة حزبية. احنا نحبوا ندخلوا للسياسة ونعالجوا هالقضية هذه. فأول حاجة بدينا بتركيز مركز الدراسات، مركز التفكير تونس البدائل، اللي بالمناسبة نحب نشكر كل الكفاءات اللي قاعدة تخدم، وجلها ومش نقولش كلها كفاءات متطوعة من أحسن أبناء تونس. اليوم هذا البناء أو اللبنة في بناء العمل السياسي، الهدف متاعه كان رسم السياسات العمومية لبوليتيك بوبليك في إطار برنامج نظرة شاملة ودامجة، وإمكانية تحويلها إلى يعني ديزاكسيون، أشياء عملية قابلة للتنفيذ وتحضير الشباب والعباد اللي قادرة وعندها الكفاءة وعندها المنهجية باش تنفذوا. لتسهيل الإجراءات في التهرب، يعني مقاومة التهرب. هذا مش أحسن مثل تعطيه، ما تقربش منك العباد اللي أمور عملية. في حاجتين. أول حاجة احنا المبادرة هذه متاعنا من أهم الأشياء نحبوها مبادرة تجمع. ما ناشي باش ندخلوا للسياسة باش نفرزوا باش نقصيوا باش نجمعوا، ولكن سنجمع حول رؤية مستقبلية مبنية على قيم، مبنية على القيم اللي مكنت الأجيال اللي قبلنا، جيل الاستقلال باش نستحضروا آخر جيل، جيل الاستقلال نجح مش خاطر عنده مفكرين، لا، بناها على قيم، قيم حب الوطن أول حاجة، قيم مراعاة المصلحة العامة، القيم الكبيرة متاع العمل، متاع المبادرة، متاع الإرادة، الإرادة السياسية بناها على قيمة العلم. استثمروا في العلم، استثمروا في التكوين، استثمروا في العنصر البشري. اليوم يلزم نرجع للثوابت هذيك، ولكن نحولوها لتصورات متاع القرن 21. ناخذ موعد مع التاريخ بعزيمتنا، بصدقنا، بوطنيتنا، بوطنيتكم، بصدقكم، وإن شاء الله عاشت تونس، عاشت الجمهورية، وعاش شعب تونس.